تمين يلا اسمك ايه؟ انا 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 اسلام سالم. ومين الواد ده؟ اخويا. اسمك ايه؟ مصطفى حسن. ايه الهبل ده؟ ايه ازاي اخوك اسمه مصطفى حسن وانت اسمك اسلام سالم؟ هو اه انا فهمت انت عشان اسامي غير بعض. لا تعال انا اقول لك، اصل احنا اخوات من نفس الاب. ايوه مشكله. ايوه فاهمك انا. ازاي يعني امه غير امي خالص؟ ما انا عارف دي، لكن الاب واحد. ازاي الاب واحد؟ اسمه ايه؟ ابويا اسمه محمود. اسمه محمود؟ لا لا اسمه الحاج محمود. ايوه عشان اصل هو طلع عمره رمضان ودي بمثابه حج، فالناس كلها تقول له يا حاج يا حاج. ده في المكان. مش مشكلتي. فين محمود؟ في الشغل. اللي في الشغل. فين محمود في اساميكوا يعني؟ في اسامينا. رد. ايوه العلم. اصل احنا اسامي مركبه. يعني انا اسمي لوحدي اسلام سالم. ايوه فهمت. يعني انت اسمك اسلام سالم محمود. ايوه. واخوك اسمه مصطفى حسن محمود. لا محمد. ما هو نعمل ايه؟ هتروشوني يلا. هو اسمه مركب تركيب ثلاثي. ايوه انا في عامل حفاز مع عارف الاتش تو اس، رايحه البيض الفاسد. بيض فاسد ايه؟ اللي مش بيجي عامل حفاز، هي موضوع كده تركيبه بس. اعمل لك شويه سكرابشر على شويه سكرابشر. ايه يا ابن انت؟ ايه تركيبه؟ تركيبه اسمه مركب تركيب. احنا عيله كلها مركبه. مركبه ايه؟ انا مش فاهم. انت انا مش فاهم وانت مستغرب من ايه؟ من اساميكوا. مش ميس ليم اخت ميس حمدان. ايه ده تصدق صح؟ مش اخوات؟ صح. من نفس الاب. بلاش دي. مش سعاد حسني اخت نجاة الصغيرة؟ ايوه. وفي حد اسمه الصغيرة؟ لا ما فيش. يعني انت مثلا ابوك يبقى اسمه الصغيرة عادي؟ لا ما ينفعش. فهمت بقى؟ اه